السلام عليكم. اليوم عندنا ترانسبورتر 2010، موتور تاعو مازال اون بون ايطا سيدي، يدير اونتروتيان، ندير لا سوبريسيون تاع جي ار. الفيديو ما نقدرش ندير نوريكم كيفاش نخدموها ميكانيك، في الفيديوهات اللي جايين ان شاء الله انا نوريكم. وفيما يخص لا سوبريسيون هادي، دوكا ندير لا بارتي الكترونيك. فيما يخص لا سوبريسيون هادي، من الاحسن الانسان كي يكون هيسوبريمي او جي ار كي يكون يجيك موتور طايب، ولا خلاص موتور لازم له ريفيزيون، موتور ياكل الزيت يبرد الزيت من كل جهه، طايب موتور طايب. كي تجي دير له سيبريسيون تاع جير يعني خسرت دراهم. جاني اختار واحد عنده 207 موتور طايب ياكل الزيت، جاي يدير سيبريسيون، قلت له لا لا اخي ما ننصحكش بها، خسرت دراهم. دير ريفيزيون تاع الموتور تاعك، كي تكمل لا ريفيزيون انت ما تقدر دير لا سيبريسيون تاع جير. مي موتور طايب نصيحه، يعني خاوتنا لهم يخدموا في لا سيبريسيون، انسان يشوف الجهه واحده اخرى. والسلام عليكم ورحمة الله.